السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل كذا فكره، هم 4 افكار هنعملهم من الشامبوهات او علب الشامبوهات الفاضيه. يا رب الافكار تعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه، وتعالي بينا نشوف اول فكره معانا. اول فكره معايا هستخدم فيها علبه الشامبو دي، حجمها كبير وهتبقى مناسبه جدا للفكره اللي انا هعملها دي. طبعا بننضفها كويس، بنغسلها من جوه، بنشفها، بنشيل طبعا اول حاجه كده الورق اللي عليها ده. بعد كده هجيب القطر بتاعي وهبتدي ان انا اقطع يعني حوالي كده 3-4 سنتي من فوق. طبعا كمان الغطا بتاع الازازة دي ما ترميهاش، هنستخدمها برضو. دلوقتي معايا كده قطع من الجينز القديم، ممكن اي قماش عندك متوفر تستخدميه وتعملي بيه الفكرة اللي احنا هنعملها. جبت كده قطعتين، اول قطعة هبتدي ان انا اعملها كده زي فكرة الفيونكة بالظبط، هكشكشها كده على ايدي وبعد كده ربطتها بأي خيط متوفر عندك. ده خيط صوف كده معايا، هبتدي ان انا اعمل عقدة بالشكل ده وهشيل كده الزيادات. دي كده اول قطعة معايا. القطعة التانية بقى هجيب حتة تانية كده من الخيط هقطعها بس بحيث تكون كبيرة شوية، وبعد كده هحطها على قطعة الجنس اللي معايا وقطعة القماش اللي معايا دي، وهبتدي ان انا اقفل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا ما تجيش على الخيط نفسه، لا احنا عايزين نقفل الجنس على بعضه بمسدس الشمع، ممكن كمان تخيطيها. طبعا مسدس الشمع هيسهل معاكي جدا جدا. كده القطعتين القماش يعني جاهزين معايا. دلوقتي هبتدي ان انا اركب الجزء اللي هو عامل زي الفيونكه ده في قاعده الازازه بتاعه الشامبو، هيديها شكل حلو جدا، هتبقى عامله زي الفيونكه كده وشكلها حلو. بعد كده هجيب قطعة القماش التانية وهثبتها في مقدمة الازازة بتاعت الشامبو بالشكل ده، برضو هنحط بالشمع بتاعنا وهنبتدي ان احنا نثبتها كويس جدا، مش هتنيها ولا حاجة، لا احنا دلوقتي هنغطي الاطراف بتاعتها يعني علشان برضو يبقى شكلها مرتب ومنظم معانا. فانا دلوقتي هبتدي ان انا اثبتها بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الطرفين بقى من فوق بالطريقة دي وبرضو هثبتهم على بعض برضو بمسدس الشمع، ممكن كمان زي ما بقولك بالخياطة، تخيطي كده على ايدك تبقى نفس الفكرة برضو بالظبط وهيثبت معاكي. بس طبعا المسدس الشمع بيبقى سهل كده معانا يعني بيخلص معانا بسرعة. دلوقتي معايا كده قطعة من شريط الستان، هبتدي ان انا اثبتها على الطرف كده من قطعة الجنس. شريط الستان ده انا بجيبه من عند المحلات بتاعه الخيوط والكلف، بيكون متوفر، ممكن تاخدي بالمتر وممكن تاخدي باللفه كده كلها على بعضها زي اللي معايا. ثبتت كده شريط الستان وبعد كده عملت منه فيونكه وهبتدي ان انا احطها هنا اهو كده برضو هنزين بيها. ومعايا كمان ورده من الفوم، برضو اخترت يكون لونها ابيض عشان كله كده يكون لايق مع بعضه، وهحطها كده في الجزء ده. دي بقى استخداماتها كتيره، تعالي نشوف كده ممكن نستخدمها في ايه. ممكن تبقى مثلا جراب للنضاره بتاعتك، تحطي فيها النضاره بتاعتك وتقفلي من فوق كده، تسحبي وتقفلي كويس. وممكن كمان تبقى مقلمه، تبقى ظريفه خالص. طبعا داخلين على مدارس بقى، كل سنه وانتم طيبين. ممكن تعملي مقلمه كده شكلها ظريف خالص وجميله وتحطي فيها الاقلام بتاعتك او الالوان. تعالوا بقى نشوف الفكره الثانيه اللي معايا، الغطا اللي احنا قطعناه من الازازه اللي احنا لسه عاملين بيها المقلمة ده، مش هنرميها، هنستخدمها دلوقتي في الفكرة التانية. معايا هنا كده خيط مكرمية لونه سيلفر، لونه حلو جدا، بيتجاب برضو من المحلات بتاعة الخيوط والكلف، سعر مش غالي خالص يعني. كنت جايبة اللفة دي واستخدمت منها كمان كتير، كانت ب6 جنيه يعني تقريبا استخدمت حوالي نصها، ولسه بقى طبعا منها كتير زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا الف الخيط بتاعي على قطعة البلاستيك اللي معايا دي او الغطا بتاع علبة الشامبو، هلف كده لغاية فوق خالص لغاية ما اخلص. ده طبعا شكلها بعد ما خلصتها، شكلها حلو جدا جدا. جبت معايا ورق كده وكرمسته بايديا وهبتدي ان انا اثبته جوه الغطا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ومعايا كده قطعة من الفوم لونها بني، هبتدي ان انا اغطي بيها الورق اللي انا حطيته. الورق ده بيدي يعني هيدي علو كده او هيعلي شوية من العلبة بتاعتي، ده كده يعني بديل الفوم كده او الفايبر. وبعد كده جبت معايا الزرع او الوردة الحلوة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده مع بعض دي، كنت حطها في علبة تونة قبل كده وكنا عاملينها مع بعض قبل كده من الفوم برضو الاخضر. ثبتها كده على قطعة الفوم البني علشان كأن يعني الفوم البني دي طينة و
الزرع طبعا اللي احنا عملناها شكلها حلو خالص. اخدت قطع من الخيط وبرضو عملتها كده كأن العلبة دي ليها ايدين كده او ايد يعني. بص شكلها النهائي شكلها حلو خالص، الالوان كلها كده شكلها حلو مع بعضها، وهي زغنطوطة كده وكيوت خالص بجد، جميلة قوي قوي. تعالي نشوف الفكرة التالتة بقى اللي معانا، برضو ازازة شامبو. هو ده النوع اللي انا هستخدمه معاكم في الفكرة دي. عجبني لون الازازة قوي، وهيبقى كمان شكله حلو ويلايق كده مع الفكرة اللي احنا هنعملها دي. هبتدي ان انا اشيل طبعا الورق، بنغسلها كويس من جوه ومن بره وبنضفها. وبعد كده جبت معايا مقص يكون رفيع شوية، او القطر او اي حاجة يعني تقدر ان انت تدخلي بيها كده جوه الازازة وتبتدي ان انت تقصي بالشكل ده. انا عايزة اقص شكل زي بيضاوي، بس مش هوصل بيه لغاية الاخر، لا انا هسيب كده حوالي من تحت 5 سنتي. وهعمل كده في الجنبين يعني في الناحيتين من الازازة زي ما انتوا شايفين معايا كده، هقص لغاية هنا وهشيل الجزء ده مش هكون محتاجاه خلاص. وهنساوي طبعا الاجزاء البارزة دي معانا، وهعمل كده من الجنبين زي ما انتوا شايفين. انا كده فرغت من الجنبين دي الحاجات اللي طلعت معايا دي كده مش محتاجينها، خليت الاتنين يكونوا نفس الطول كده ونفس المقاس بالظبط ونفس الدايرة. بعد كده جبت الولاعة وابتديت ان انا امشي كده على الاطراف علشان ما تبقاش حادة. ساعات من القص بالمقص كده بتلاقي الاجزاء او المطرح مقصنا بتبقى حادة شوية، فما بنمشي عليها بالولاعة بنسيحها فمش بتكون حادة، بيكون كمان شكلها يعني مظبوط خالص. بعد كده بقى جبت معايا خيط مكرمية زي اللي احنا كنا مستخدمينه في اول الفيديو، بس ده لون تاني لونه كشمير كده، فبرضو كان هيبقى لونه حلو ولايق يعني مع لون الازازة. هبتدي ان انا احط بالشمع بالشكل ده على الاطراف مطرح ما احنا قصينا، وهبتدي ان انا الزق عليها الخيط كده طبعا زي ما انتم شايفين معايا واضح طبعا. هلف بالشكل ده وهلف مرتين مش لفة واحدة، يعني انا عايزاها تبقى يبقى شكله سميك شوية. فهبتدي ان انا الف الخيط بتاعي لفتين، وطبعا هعمل كده في الوشين من الازازة بتاعت الشامبو. ده كده بقى شكلها بعد ما خلصتها. شلت الغطا مش هكون محتاجاه في الفكرة دي، وبعدين جبت برضو من الخيط وابتديت ان انا اثبت كده على راس الازازة او رقبة الازازة. ابتدي ان انا اعمل ليها زي يد كده، وطبعا برضو من نفس الخيط، وهلف بعد كده لفتين تلاتة على رقبة الازازة، وهثبت كل ده بمسدس الشمع بالشكل ده. دلوقتي جبت معايا كده كيس بلاستيك ولفيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت معايا برضو قطعة من الفوم اللي لونه بني، وهبتدي ان انا احطه على الكيس بالطريقة دي وهقفل عليه يعني بشكل عشوائي كده، مش شرط يكون شكل منظم قوي، لان الجزء اللي تحت ده هيتدرى مش هيكون باين، احنا عايزين بس الشكل من فوق يكون يعني شكله حلو كده متناسق. دلوقتي هبتدي ان انا ادخلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسويها كويس كده ونظبطها. ودلوقتي معايا ده مقص رفيع كده زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا اعمل خروم كده صغيره جوه قطعه الفوم علشان خاطر توسع لي كده واقدر ادخل الزرع اللي معايا ده. انا معايا حتت كده صغنطوطه من الزرع، هبتدي ان انا ادخلها جوه الفتحات اللي انا فتحتها دلوقتي بالمقص بالطريقه دي، وهبتدي ان انا اثبتها كويس. ممكن بقى نقطه كده شمعة تحطيها على الزرع وبعد كده تقومي مثبتاها، او ممكن تروحي مدخلها كده على طول طبعا مطرح ما احنا وسعنا وفتحنا. بعد كده جبت ورد، ده ورد فوم يعني بيتباع برده كده في المحلات اللي هي بتاعت الخيوط، بتبقى باقه ورد كده اسمها باقه ورد، فيها كذا واحده فيها حوالي 12 ورده كده. برده اخترت لون يكون متناسق مع شكل الخيط اللي احنا حطيناه، وهنحط بقى دلوقتي الورد بتاعنا بالطريقه دي. عايزه اقول لك كمان لو ورد طبيعي وحطيتيه في الازازه زي دي كده بيبقى شكله تحفه جدا جدا، يعني بيبقى جميل جدا بصراحه. ودي كده الفكره الثالثه اللي معانا، يا رب تكون عجبتكم. لو حطيتيش لايك لحد دلوقتي حطي لايك على الفيديو، وتعالي بينا نشوف الفكره الرابعه بقى والاخيره اللي معانا. ده الغطا بتاع الازازه اللي احنا لسه عاملين بيها الفكره الثالثه. معايا هنا قطعه من كده من القماش جنس او اي قماش عندك، وكمان عندي منديل منديل مطبخ كده، ابتديت ان انا يعني اتنيه كويس بحيث ان هو يبقى تخين معايا كده وكذا طبقة، وهحط عليه قطعة
قطعة القماش، اي قماش عندك زي ما بقولك، يكون قماش قديم او مش بتستخدميه، هغلف بيه قطعة المنديل ده. قطعة المنديل دي هتبقى بديلة للفوم او الفايبر، عارفين الفايبر مش موجود برضو عند ناس، فتقدري تستبدليه بالفكرة اللي احنا عملناها دي. وبعدين حطيت شمع جوه الغطاء وحطيت عليه قطعة القماش اللي احنا عملناها دي بالشكل ده، هتضغطي كويس كده وتثبتيها. ومعايا هنا كده شريط استرس قطعت منه قطعة، وبعدين ابتديت ان انا اثبته على الغطاء بالطريقة دي. ده بقى تقدري تستخدميه كمنظم كده للدبابيس بتاعتك بتاعت الطرحة، وتحطيه على التسريحة، شكله حلو كده صغنطوط وكيوت خالص. ودي كده الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض، عملنا 4 افكار كلهم احلى من بعض الصراحة. عملنا مقلمة، وعملنا بتاعت الدبابيس، وعملنا كمان من الغطا ده عملنا الزرعة الجميلة دي، وكمان من الازازة الشامبو التانية عملنا برضو الديكور الحلو ده. يعني عملنا 4 افكار كده زي ما انتوا شايفين، كلهم احلى من بعض. يا رب يكون عجبوكوا كده زي هم عجبوني. وكمان لو عجبتك الافكار حطي لايك على الفيديو، واشتركوا في القناة لو كنتي جديدة معانا، وكمان فعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وطبعا قولولي بقى ايه رأيكم كده في الكومنتات، وكمان قولولي ايه اكتر فكرة عجبتكم. ويلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا، مع السلامة.